خلينا نبدأ من الجائحة الرابعة اللي شغلة الناس كتير جدا في الفترة دي، وإن هي بتدخل على الأطفال أو بتستقطب الأطفال في المرحلة الأولى. يعني بتسبب بقى أمراض كتيرة جدا، سمعنا شلل وسمعنا موت مفاجئ وسمعنا كلام كتير، فخلينا نتأكد من مصدر المعلومة دي من حضرتك. شكرا أستاذتنا بسمة، شكرا لصحة وجمال، شكرا لجميع زملائنا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برضو احنا بنقول انه لازم نبقى عارفين النقط اللي هي فيها نوع من القلق او الغموض او الرغي الكتير او الفتحة على الفيسبوك او كلام من ده، يبقى كلام محدد، وارجو انه يكون كلام محدد علشان ما يبقاش في عندنا رعب على الفاضي. صحيح. اكتر من اللازم. اولا الجائحة الرابعة او النوع الرابع اللي هو دلتا او ما يسمى بالتغير الرابع او التحور للفيروس او كذا، ده شيء طبيعي مع الفيروسات. يعني اي فيروس في الدنيا، الفيروس من اذكى المخلوقات اللي ربنا خلقها، ويمكن اقدر اقول ان هو اذكى من الانسان كمان، لانه موجود على الكرة الارضية من قبل وجود الانسان، وما زال محافظا على بقائه بالتحور المستمر. كل ما يحصل حاجه قدامه يبتدي هو يتحور عنها، وعشان يبقى عنده برضه نوع من يبدا ينتج فيروس جديد مثلا. يعني التحور ده مش معناها ان شراسه الفيروس بتبدا تقل وبيبدا ليه بيبقى فيروس جديد مثلا، فبتبقى خطورته قلت؟ لا، مش شرط يكون شراسه. يعني اوصاف الفيروسات وخلافه اشهرها الانتشار، ثم الشراسه، ثم اصابه اجهزه حيويه في الجسم. يعني لو في فيروس موجود زي الهربس، معروف جدا عند الناس كلها، ما لا هو شرس ولا هو بيعمل قتل ولا إماتة، ومنتشر بيبقى بنتعايش معاه. فيروس الأنفلونزا العادية شديد الانتشار، بيعمل بعض المشاكل في الحرارة، قد يصيب الناس بالتهاب رئوي، لكن برضه ما هواش زي موضوع خطير. التحور بيبقى تحور حسب الفيروس نفسه ما يكيف نفسه. فالفيروس دوت وظيفته الأساسية أو ميزته الأساسية منذ بدأ الأساسية اللي بيعتمد عليها في انتشاره أو في إصابة البشر هي الانتشار الشديد، بدليل أنه أول ما انتشر في خلال أواخر 19 اللي فاتت، سنة 2019، عشان كده سميناها كوفيد 19. الانتشار ده ما خدش شهور واجتاح العالم كله، ووجدنا أنه 85% من المصابين لا يشعرون بشيء، و15% هم اللي بيتعامل معاهم بأعراض بسيطة أو تقيلة. يبقى إذن هنا الفيروس من البداية سلاحه الأساسي الانتشار، زي البرفان، زي الغاز، زي الدخان، زي أي حاجة ممكن تنتشر انتشار شديد، لكن مش بالقطع ولا بالضرورة ولا بس هو في حالات في أول ما بدأت جائحة كورونا كان في حالات والفيروس انتشر بشكل بشع جدا. أيوة. وفي بعض الحالات أدت للوفيات طبعا، وإحنا شفنا الإحصائيات حول العالم كله، أنا مش هتكلم على مصر لأني بتكلم على أنا العالم كله كان فيه كل يوم بيسقط حالات. لما نتكلم بقى الكلام اللي هو بتاع العلم، 1+1=2، ما ناخدش الكلام كده على إن فلان مات يبقى الدنيا كلها هتموت، او في عدد معين مات يبقى الدنيا كلها هتموت، او ان في عدد كبير بيكتبوه على صفحات التواصل الاجتماعي او منظمه الصحه العالميه او الدول بتصدر بيانات بان في قتلى او موتى بسبب كورونا. كلام نهائي، ليس كلاما نهائيا، لانه حتى لما انت حصل وفيات عاليه في اول موجة وفيات في ايطاليا في شهر ابريل الماضي من السنه الماضيه، من اكثر الدول اللي النسب عاليه فيها في الوفيات، كانوا كلهم مسنين وعندهم مشاكل اصلا في القلب والمشاكل الاوعيه الدمويه والمشاكل الشيخوخه، كانوا معديين 75 معظمهم. ولكن كان خلينا نقول ان لما جيت يعني التخصص قال، المتخصصين قالوا ان هي توفوا بكورونا، يعني برضو كلام ده لم ليس علمي، لانه لم يحدث بحث لهذه الحالات. انت لما اقول ان الناس دي توفت بكورونا، طب احنا عارفين القصه، احنا عارفين القصه، اللي يخش المستشفى بيكح وعنده ازمه قلب او خبطته عربيه او وقعت عليه طياره، هي المصداقيه ومات. للدكتور هنا بصراحه في بعض الدكاتره في الحقيقه، يعني انا من الناس لما جيت حصل لي مره تعب قالوا لي لا دي مش كورونا روحي البيت، في مره تانية لا اتشخصت بعد الحاجات كانت كورونا. كلام مرسل برضه في الناحيتين، كلام مرسل. يعني احيانا ممكن المريض يبقى رايح للمستشفى هو اصلا يعني اعراض بسيطه، ممكن لو قعد في البيت يعني موضوع تاني. ممكن يروح مستشفى ياخد الفيروس. لا ده موضوع تاني، لكن اقصد ان هو الاحصائيات اللي اتحطت عن ان في وفيات بشكل معين بارقام معينه من كورونا ليست احصائيات دقيقه.
لان أكيد. الكلام ده الكلام اكيد ده ما هياش دقيقه يعني عمرنا ما نطلع حاجه 100% طبعا. لا البحث للوفيات حاجه تانية خالص، اللي هو بعد الوفاه والعينات وكلام من ده بيبقى هو اللي بيحدد زي الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يحدد سبب الوفاه، مش الطبيب العادل زي حالتي حضرتك ازاي. المهم فالقصه دي فيها نوع من التجاوز كتير جدا 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 نتجاوزها، لانها ما هياش حقيقه وما هياش مؤكده ولكنها بيانات مرسله. وبالتالي الحاجه اللي هي ما هياش مؤكده ما نتحورش فيها على انها شيء اكيد ونقول ان هو قاتل. هو بالتاكيد سريع الانتشار، شديد الانتشار، بيعمل عندي اعاقه لفتره معينه، بعد ما العيان بيخف بيحصل بشويه وهن في العضلات وكلام من ده. ممكن يعمل ايه؟ يموت ازاي؟ بيعمل سكته قلبيه، بيقطع رقبه البني ادم، بيسممه، بيوقف كذا، بيموت كذا، بيسيب الرئه. الرئه هنا بتصاب يا بالتهاب رئوي فيروسي مزدوج. مزدوج يعني ايه؟ يعني احنا مثلا في منطقه زي مصر في عندنا التهابات الفيروسيه كلها اللي بتيجي للدكاتره بيبقى معاها التهابات بكتيريه. الدكتور بيعالج الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيويه اللازمه للميكروب اللي موجود. الفيروس بيجي له فتره مع زياده مناعه الانسان ويختفي، لكن الاساس في العمليه شغلنا كله هي محاربه او القضاء على او مقاومه الانتشار او الشده بتاعه البكتيريا اللي كانت موجوده وانتهزت الفرصه. زي المدخنين لما يبتدوا مثلا يجي بدات تقتحم جسمه واحد مدخن وقال له نازل برد بيتكوم لان صدره من الاول بايظ. المهم انه بهنا الفيروس بتاعنا اللي موجود، التحور بتاعه اللي موجود، التحور اللي موجود دلوقتي وسابقا الثالث والثاني كان كل ده تحورات الفا بيتا دلتا جاما اللي هم الاربعه، وبالتالي دي اسمها الرابعه. الدلتا اللي موجود دلوقتي هو تحور هم اعلنوا عنه وعن اللي قبله انه يتميز بيه يا اساتذه جهابزه، بيتميز بيه شده الانتشار. يا سلام، طب ما انت كده فسرت الماء بعد الجهد بالماء. هو اصلا الفيروس هو سريع الانتشار كده هو بينتشر بالظبط.